السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير لكل الناس المهتمية تعرف عن نتيجة الانتخابات الكندية. احنا دلوقتي الساعة 9:30 صباحا توقيت تورونتو، دي النتيجة لحد دلوقتي. ده موقع القناة الرسمية، القناة الحكومية في كندا، سي بي سي، ده الويب سايت خاص بيهم. النتائج زي ما انتم شايفين، ده كل لايف، النتائج مباشر وكل شوية بتعمل تحديث للصفحة دي. فزي ما انتم شايفين الانتخابات راحة لأقلية، راحة لحكومة أقلية تبع الليبرال. رئيس الوزراء جاستن ترودو كان حابب إن هي تكون ماجوريتي، كان حابب إن هي تكون حكومة أغلبية، بس هو ده اختيار الكنديين زي ما انتم شايفين. فعندنا حزب الليبرال واخد لحد دلوقتي 158 مقعد. طب ايه 12 و 140؟ زي ما انتم شايفين هنا في اللون الاحمر الداكن ده، خلاص ده معناها ان الليبرال خد المقاعد دي، فهو خد بالفعل لحد اللحظه 146 مقعد، ده خلاص تم اختيارهم. اما ال 12 اللي هم الباقيين دول، دي معناها ان هو متقدم في الاماكن دي بس لسه لم يحسم المقعد. فده لحد دلوقتي الليبرال المتقدم واخد 158. فمعنى كده عشان الناس من الاخر تفهم ده معناه ايه، معناه ان برضو هيبقى معانا رئيس الوزراء جاستن ترودو، هيبقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، لان هو رئيس الحزب الليبرال، وهيبقى حزب المعارضة هو الكونزرفاتيف اللي هو حزب المحافظين. بعد كده نلاقي الحزب كيبك واخد 34 مقعد، دي حاجة كويسة جدا، حاجة قوية. الـ NDP من الأحزاب الكويسة برضو واخد 25 مقعد، وحزب الجرين واخد مقعدين. المهم عندنا ده المهم مين هيشكل الحكومة، فكده هتبقى حكومة أقلية من الليبرال 158 مقعد. طبعا الماجوريتي لازم زي ما حكينا في فيديو امبارح 170 مقعد لو هو كان عايز ياخد حكومة أغلبية. عندنا حزب البيبول أصلا ما خدش أي مقعد، صفر، لدرجة إن لو نزلنا كده، دي خريطة طبعا هنرجع لها، بس تعالوا نشوف حاجة هنا. ده يعني رؤساء الأحزاب. فجاستن ترودو فاز في الدايرة بتاعته، لو انتوا عايزين تشوفوا فاز بنسبة كام، فايز بنسبة 49%، 21,000 صوت. المنافس ليه كان NDP واخد 10,000، يعني الأرقام دي لطيفة كده. 49، مفيش هنا 99، 9 من 10. تخيلوا رئيس الوزراء فايز في الدايرة بتاعته بنسبة 49%، 21,000 صوت، وهكذا. وتقول ده الحزب الكونزرفاتيف فاز في الدايرة بتاعته، ده الحزب الNDP، ده الليدر بتاع الNDP فايز بنسبة 40%، 15,000، والكام منافس للليبرال واخد 11,500. فكانت منافسة قوية جدا في الدايرة دي، يعني الفرق مفيش، يعني حوالي 4,000 صوت. فده كان منافسة جديدة. الكيبك طبعا خدها فاز. نيجي هنا الحزبين الجرين والبيبول، الليدر بتاع الحزب اصلا ما نجحش، تخيل رئيس الحزب نفسه ما نجحش في الدايرة بتاعته. فلو جينا هنا، دي الدايرة دي في تورونتو سنتر، فاللي فازت الليبرال بنسبة 50%، فايزة ب21,000، بعد كده NDP، وبعد كده الكونزرفاتيف، وبعد كده يجي الجرين اللي هي دي رئيسة الحزب المفروض ما فازتش في الانتخابات. وبرضه نفس الموضوع لحزب الناس البيبول، برضه هنا اتهزم وفاز في الدائرة بتاعته الكونزرفاتيف. فده بشكل بسيط دي نتائج الانتخابات. ده بيقول لك التغيير عن الانتخابات اللي فاتت. هنا الليبرال تغييره ان هو زاد مقعد، كونزرفاتيف خسر مقعدين، الكيبك خد مقعدين، الNDP مقعد، الجرين خسر مقعد، وهكذا. فده التغيير اللي حصل يعني على الانتخابات اللي فاتت. زي ما نشوفين دي الخريطة بتاعت كندا، موضح لك فيها الأماكن اللي فيها القوة، الأزرق الكونزرفتيف، الأحمر ده اللي انتوا شايفينه ده الليبرال، اللون هنا ده داخل على اللبني شوية كده، ده الحزب الكبير. تعالوا هنا لو احنا دخلنا مثلا على اونتاريو، لو انا مثلا عايز اشوف الدايرة اللي انا فيها مثلا اوكفيل، فنيجي هنا نشوف اوكفيل.
ندخل عندنا هنا في أوكفيل، أدي الدايرة اللي هي بتاعتي أنا، الدايرة اللي أنا موجود فيها. ففازت عندنا أنيتا ب 46%، 26,000 صوت. كان المنافس ليها بقوة كيري، خسرت بس جابت 40%، 22,000 صوت، حوالي يعني 3 وشوية، يعني 4 ممكن نقول، فرق أصوات 4,000 فرق الأصوات. أنيتا دي كانت وزيرة في الحكومة اللي فاتت، أتوقع إن هي تفضل وزيرة. تعالوا برضو لو بصينا كده على واحدة من الدوائر اللي فيها مرشح عربي، هو عمر الغبرة. عمر فاز، وما شاء الله عمر فاز من بدري، 54%، واخد 24,000 بنسبة كبيرة جدا عن المنافس ليه اللي واخد 12,000. عمر فايز بفرق كبير جدا جدا، يعني عاش جدا. عمر هو وزير النقل في الحكومة اللي فاتت، الله أعلم هيبقى هو الوزير الحكومة اللي جاية ولا إيه. ده عمر الغبرة من الليبرال. فده كده بشكل بسيط وضحنا لكم النتائج ودخلنا تابعنا الموضوع. من حاجة لطيفة، مثلا لو أنا متابع دايرة معينة، فممكن أجي أضغط على الستار اللي هنا دي، عشان مش كل شوية مثلا أقعد أدخل على اللجنة. فمن هنا تقدر تشوف الليست بتاعتك. بس طبعا هو محتاجين بس نعمل تحديث للصفحة. تعالى لو نعملها تاني كده، بس ممكن ما اسمعش. تمام. فزي ما شفتوا، اول ما ضغطت ستار، فهنا بقى عندي المكان ده اوكفيل، اقدر اتابع الانتخابات، مش شرط كل شويه ادخل اقعد ادور في الاماكن. فده قدامنا، وخلاص كده تم اختيار انيتا. فده بشكل بسيط الحكومة، حكومة أقلية من الليبرال. رئيس وزراء كندا هيظل جاستن ترودو، الله أعلم بعد سنتين من دلوقتي هيكون في انتخابات تاني، ده اللي متوقع. مفيش حكومة أقلية بتكمل، لأن المفروض كل 4 سنين بيكون في انتخابات، بس احتمال يكون بعد سنتين في انتخابات تانية. فده بشكل بسيط، أتمنى إن شاء الله يكون الموضوع فيه إفادة، ونتمنى اللي جاي يكون فيه الصالح العام إن شاء الله. يلا أشوفكم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.